دار سيوصال لي التمر من هاد التمرمين؟ شنو دار سيوصال لي خليتي القنوات كلهم تيقولوا لها انتي مرا؟ المرض وهاد المرض نفسان. معلوم يوصال تكون مرا؟ ما كانتش بحضية؟ ما كانتش يوصال بحضية؟ كنتي غير صادق علاش علاش انت كنتي صادق دوري؟ راه خصها تكون ولدت خمسة الولدات. خصي يسرى تكون ولدت خمسة الولدات. يسرى ما دارت والو. خدمتك تخرجي في الصباح تولي حتى 12 الليل، تخدمي على ولادك. ماشي كديري شي حاجة قبيحة، كنتي تتحني. وريني فين يسرى كتخيل. عندها شي واحد تيرعاها. وباها كتخدم بالبلاغي. واش انا ما تنعرفش باها. كان مسكين تيمشي للبلاغي كيقيم بالبلاغي. النهار اللي عرفتيها ماشي هي هذيك خرجتي شوفتيها من اليوتيوب يا فينا انت اللي خصك تحضي بنتك انت اللي خصك تحضي بنتك رديتي المسؤوليه لبواها بواها داك الكلام اللي كتقولي انت الا كان المخزن قادبي حنا غنتبعو المسطره سطره التالي الا كان بواها داير شي ديبو حنا غنتبعو المسطره بواها ما غيطيحش ولا اني البنت ما كانتش بحضيه وتا الصغيرة ما كانتش بحضية حمدي سيدي ربي وشكري اللي لقيتيها لاباس انتي مازال تتخدمي في اليوتيوب كنتي تتخليها مع نعيمة ولا مع شي حد البنت تمشي للمدرسة ما عليهاش الرعاية تجي للدار ما عليهاش الرعاية انتي زاد دايرها يصدق فيها جبن وتتقولي لي انت اللي درتو فرنسا الغلطة اللي غلطة يسرى الا كانت انا ما عارفاش علم لله كيما تنسمع الناس تيقولوا اه الا كنت يسرى غلطتي وضحك عليك شي واحد انت قصير انت بنت القاضي انت باك وامك هما القضيه انت قصير ما عليك لومه ما تتعرفيش اي حاجه تغرك انت صغيره ما لقيتيش لي رعاك ما لقيتيش لي حضيك ما لقيتيش لي ديك المدرسه ويردك هادشي كنشهد به سمعتوني كنشهد به هادشي ماشي سؤال انت كنتي عاقله راسك الخدمه درتي ديورك درتي طوموبيلاتك درتي اراضيك درتي مشاريعك وكنتي سامحة بالبنت دابا من البنت طرا لها مشكل كتقولي ماشي انا باها لا ما درتيش دور الام اللي كتحدي بنتها ما درتيش دور البنت البنت الام اللي كتحدي بنتها ها هما عندي جوج صغار تيقراو زهير هو الثاني تيقول لها يمك الا ما جيتيش في اختك للعصا واحد النهار بكيتها له من الكوزينه قال لي اليوم كنقصها مشات للسوايع بلا خباري قال لها تقولي لامك غادا للسوايع البنت تمشي على يدنا وتجي على يدنا ونطلبوا الله السلامة نطلبوا الله السلامة سمعتوني صافي دا حنا جايين نطلبوا الله السلامة وانا ما عنديش البنت اللي حشمتني ولا اني كنا رد لهم البال اللي كتمشي للسلح كيطلع ليها باها اللي كتمشي للمدرسة كيطلع ليها باها سمعتوني ماشي حنا منين طار هادشي لهاد البنت وزايدون غنهضر على يوسف بسم الله يوسف طرالك المشكل يقدر المية في المية حيت كنسمع القنوات تيهضرو القنوات دي مصداقية يقولوا البنت ضاعت انا تنقول لك حنا معاك يوسف واخا ضعتي انتي قاصر انتي قاصر سمعتيني انتي قاصر خصك الرعاية مازال تحضاي خصك اللي حداك راكي باقا صغيرة غير ضربك الزور إلا كنت يسرى طاري لك المشكل قولي شكون اللي دار لك المشكل ويتربى وحنا معاك يسرى راه هاد المشكل مطروح في أي بيت غير الناس كتخزنو وانتي امك في بحاتك الناس كتسدرو وانت عندك ام خرجت في حياتك